مرحبا بكم عند وصفات ام ريان. جيتكم بالجديد، جبت لكم هنايا كاشير ولا سميوه كيف ما بغيتوا. بصراحه كيجي رائع رائع، كنتمنى منكم انكم تجربوه وتخليو لي شي كومونتير يكون زوين. سلام على متتبعين وصفات ام ريان، مرحبا بكم. اليوم غنوجد معكم واحد الوصفه جديده، سميوها نتوما كيف ما بغيتو، المهم كتجي واعره، كتجي رائعه. بالنسبه للناس اللي بغاو يخرجوها مثلا معهم الغابه، دابا الوقيته ديال الغابه، بالنسبه لسيدنا رمضان الله يدخله بالصحه والسلامه، للسحور خفيفه وزوينه وشي حاجه واعره. كنتمنى انها تعجبكم، و الى عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لايك وشي كومونتير زوين من عندكم. هنا عندي الكفته ديال لداد، هذه الكفته ديال لبيبي. انا بصراحه ما كناخذش هذيك اللي فيها العطريه، كناخذ هذه. هنا عندي قزبر ومعدنوس، ثومه محكوكه، بصله محكوكه، ثلاثه البصلات، شويه خرق ومعرق. هذه شنو هي؟ هذه هي المروزيه ديال اللحم، طبيعه الحال شويه ديال الملحه. هنا عندي الفرماج حمر اختياري والكميه اللي بغيتي. هنا عندي الفورس، غتشوفوا معايا كل شيء، ما غنقطع لكم حتى لقطه. هنا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للكفته خديت نص كيلو، هنا غنمشي معاكم دابا في المقادير في كل شيء. انت بالنسبه للناس اللي بغاو المقادير، هنا عندي نص كيلو. هنا تقريبا في المروزيه عندي واحد معلقه عامره ديال المروزيه، غتقولوا لي كثرتي غتجي زوينه. هنا تقريبا واحد معلقه بومبي ديال القزبر ومعدنوس، دريز ديال الثومه، وواحد البصله صغيره محكوكه. صافي، هنا غندير الخرق ومعرق. الملحه على حسب الذوق. غنحاول نخلط هذا الشيء مزيان. حاول نخلطو مزيان، انا ما نقطع لكم حتى شي لقطه. الفيديو كيف ما غنصايبو كيف ما غنحطو لكم، ما نبقاش ندير لكم حتى تسريع الفيديو. كاين الناس اللي ما كيعجبهمش كيشكوا في هذاك التسريع ديال الفيديو. بسم الله، بيضه وحده، ها جوج، ها ثلاثه، غير بشويه بشويه عليكم حتى تخلط. واخا غتسمع لكم الصداع، هذا الشيء علاش كنديروا لكم المونتاج ديال الفيديوهات، باش ما يديرونجيكمش هاد الصداع باش كنكونوا نخلطوا بحال هكا. كاين اللي هاد الشيء، كاين اللي هاد الصداع تيضرو في سنانو، هذاك الشيء علاش. المهم هنا هذه ما بقاتش خدامه باش ما نبقاش ندير لكم صداع ونديرونجيكم. هنا غنجيب هاد الفرماج، هنا غنجيب الفورس، هانت ها وحده، جوج، ثلاثه، أربعة المعلقات ديال الفورس. تخيلوا معايا كيفاش غيجي هاد الكاشير، غيجي زوين طبيعة الحال. دابا هنا ملي غندير هاد ربعة المعلقات ديال الفورس، غنشوف عيني ميزاني، على بالي هداك الشيء مجموع وهو هداك وغيطيب وغيجيني هو هداك، تبارك الله. بالي هذاك الشيء مرخي بزاف، يعني رخو يعني جاري. غادي نزيد شويه ديال الفورس، صافي. هنا غنزيد واحد المعلقه وحده ديال الفورس مع مراش، هانتوما يعني راه كلشي واضح قدامكم، ما قطعت لكم حتى لقطه. صافي هانتو، هنا خلطتو مزيان. شنو غندير دابا هنايا؟ غنوقف الفيديو على ما نغسل غير ايديا، عقلوا عليا ها هو كيفاش دير. نغسل غير ايديا ورجع معاكم باش من المهم. ها هو كيف ما خليتو ليكم، ها هو باقي ما زدت فيه حتى شي حاجه.
هنا غنجيب هاد السيفان وغندير ليه بحال هكا. المهم نقطع شي طرف اللي راهو غادي يقدني خدم بيه مزيان على راحتي، طرف يكون كبير لا باس به، حيت خاص منين ندخلها الفران بغيتو تدخلوها الفران دخلوها، بغيتو تبخروا بخروا، المهم الاختيار كيبقى ليكم. المهم هنا من بعد ما درت هاد الميكا غندير شويه ديال البورس بحال ما هكا، اختياري اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو بلاش. المهم انا درت غير شويه، نجيب نص المعلقه بلا ما نبقى نصف عليا في الماي صافي لازم. دابا هنا غنشكلو كيف ما بغيتي، بغيتي ديريه مربع، بغيتي ديريه كيف ما بغيتي ديريه ديري. انا غنديرو هكا داير، شفتوا علاش كنمونطيو لكم الفيديوهات على قبل هاد الصداع اللي تيتسمع، داكشي علاش كنمونطيو لكم الفيديوهات. المهم نغسل يديا، من بعد ما غسلت يديا غنجيب واحد شويه ديال الماء. علاش هاد الماء؟ غير باش ما يلصقش ليا هادشي في يديا، باش نحاول بحال هكا نشكلو باش ما تجينيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. هاد الماء غير باش ما يلصقش ليا هادشي عاوتاني في يديا ولصق ليا داكشي بزاف، كنتمنى يكون واضح. صافي كمل معاكم. هنا غنجيب هاد السلوفان هذا لاتي، غنزيد طرف اخر من الفوق، مالي انا اشنو خاسر، المهم خاص هاد السلوفان يموت على هذا ونشكلو انا كيف ما بغيت. هذا هو المهم، ساعات كتصور غير كتقطع. صافي هنا اول حاجه غنديرها غندير ليه بحال ما هاك، وغنجي غنلويه هنا بحال ما هاك. هانتوما هانتوما شوفو لها هانتوما، صافي نقلوه بحال صافي. هنا غنجيبو شي حاجه ونحزمو من هنا من الجناب، من هنا ومن هنا بهاد جوج جوي، شفتو معايا هانتو. هنا ما لقيت حدايا غير واحد الزويف، ولكن راه قادي الغرض ماشي مشكل. اوبس مصحيحش، مصحيحش هذا مصحيحش، غنجيب شي حاجه صحيحه. المهم هنا رجعت واحد الطريف اخر كيبان ليا صحيح على الاخر. المهم تحاولوا تزيروا مزيان باش ما يدخلش الماء، غتقطع لحق الفورسيس عليه اكثر من القياس ماشي مشكل. نعاود نجرب بحال هكا، الجهه الاخرى حتى هي. خليو لي فين مازال غادي تنفخ، صافي هنا زيرتو مزيان. هنا هاد الجناب هادو غنقص منه، وماذا بكم الا درتو لهاد الجناب هادو بحال ما هكا، باش انا ما بغيتش الماء يدخل ليا لهاد الكاشير ولا سميهم نتوما كيف ما حبيتي تخاطر.
هنا الا بغيتي ديريه في كسكاس وتبخريه الا كنتي متاكده بالله هذا الشيء ما صحيحش هذا الشيء الا كنتي متاكده بالله الماء ما غاديش يدخل لك وغاديش يدخل ليه الماء الا كنتي متاكده صافي غير ديري في شي هكا شي طنجره وديري عليه الماء ودخليه يطيب انا نحاول نسد هذه مزيان لان لقيتها ما تسدش مزيان وانا ما بغيتوش يدخل ليا ليه الهواء انا بغيتو بحال لي شكل انه يطيب على البخار صافي هنا كنعاود نثني هذه بحال ما هكا كنتمنى يكون واضح ونعاود نسدها عاوتاني صافي هنا ندير لها بحال هكا باش تقعد يولي عندي قد هنا قد هنا حيت بان ليا هنايا غلي وهنا بان ليا رقيق صافي نعاود عاوتاني نضوب ليها هاد السلوفان هذا يعني باش نتفادى انه ما غاديش يدخل ليها ما غادي يدخل ليها والو باش انا بغيت نطيب بطريقه سريعه الا كان عندك بابي الومنيوم لوي عليها مازال بابي الومنيوم ودخليها للفران غيكون احسن الا كان في الفران غتاخذ لك تقريبا واحد ساعتين هكا المهم ها هي شوف كان لوي وكنجا صافي بيه كنظن انني لويتها مزيان ما غاديش يدخل ليها لا ما لا والو انا بصراحه كنت ناوي نديرها في هذه ولكن هذه ما مغرقاش يعني ما غيكون يتبخ الماء غادي يخرج ليا في الفران داكشي علاش غنديرها في هذه المهم هنا درت الماء هانتوما صافي هنا وغنشعل الفران وندخلها للفران غنشوف الوقت غنحسب ليها ونقول لكم شحال خدات ليا ديال الوقت المهم انا شعلت الفران انا عندي العافيه ديالو مجهده ودرتها هي الفوق طيب ونشاركها معكم هنا من بعد ما خليت الساعه المكانه تقريبا في الفران كيفما كتشوفوا معايا راها طابت يعني ساعه المكانه في هذا حمام مريم راها كافيه باش تطيب من الداخل وتجي بصراحه جات زوينه وجات معلكه في داك الفرماج هاد السلوفان كيف ما شفتوا راه غنبقى صعوبه باش نحيدو لانني انا زيرته بزاف وضوبلت السلوفان وراكم عارفين يعني ما سخونه وداكشي المهم جربتها بالموس واش راها طيبه من الداخل بصراحه لقيتها طيبه طابت مزيان كون لقيتها بغا مازال ما طابتش نحيد لها السلوفان هكا ونرجع ندخلها تحت ولكن لقيتها طابت كيف ما شفتوا معايا هانتوما كنتمنى يا ربي ان تعجبكم هاد كاشير ولا الكفته يعني كفته رولي سميوها كيف ما حبت خاطركم جاي سيدنا رمضان هكا السحور مع ما يعني شي فرماجه في خبيز كويس ديالاتي كنحاول نقاد لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان هانتوما شوفوا كيفاش جات راها طيبه من الداخل طيبه مزيان وجات بنينه مع ديك المروزيه راكم عارفين المروزيه ملي كديرها في شي حاجه وديرها في الفران راه كتجي زوينه صافي راه باقا سخونه ولكن بغيت نشاركها معكم هانتوما كيفاش قدمتها لوليداتي بالصحه والراحه وكنتمنى الى عجبكم ما تنساوشنيش بلايك